السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم زي ما عودتكم كل فيديو بمعلومات جديدة ومعلومات دقيقة بعد الدراسة وبعد الخبرة. معلومة اليوم هي سؤال: ليش بتموت الفروخ وهي مبوصة أو هي مقربة تموت أو هي يعني في العش؟ خلصنا من مرحلة البيض والإخصاب، فقت الفروخ، بنطلع بنلاقي الفروخ ميت، ليش؟ طبعا هناك يا جماعة سببين أساسيين في هذا الموضوع. السبب الرئيسي، سبب منهم بدناش نقول رئيسي وفرعي، سبب منهم هو انه انت ممكن تطلع على المزرعه متاخر. كيف يعني متاخر؟ ركز معي. هل جيت انت نفترض من النوع اللي بيخلي المزرعه تنام بدري، يعني مع المغرب خلص الطير ينام، الاضواء مطفيه، ما فيش سهر للطير، وهذه الطريقه الكويسه علشان عمليه النمو اللي بنقول عنها الايض، يعني انه انا اسيب الطير ينام بدري وطبيعي افضل سواء شتاء او صيف. ممكن في الشتاء اذا الكهرباء منتظمه ازود له ساعات السهر شوية، يعني أزود له الكهرباء إذا الكهرباء منتظمة، مش منتظمة لا. تمام؟ طيب كيف يعني؟ هل جيت أنت نام الطير قول على الساعة 8، يعني أغربة الدنيا نام على الساعة 8، كان في عنده أكل، بواقي أكل، أنت طلعت على الطير الساعة 10 الصبح، نحسبها مع بعض يا جماعة، 8 9 10 11 12 1 بالليل 2 3 4 5 6 10 ساعات، صح الطير الساعة 6 ما لقاش أكل في الحوض. هل جيت الكنار متعود انه يطعم بيض وخيار، في نوتي متعوده تطعم خلطه، اذا كان ما في خلطه كافيه في الحوض، واذا كانت الفروخ كبيره، واذا كان في فرخ كبير 3 كبار وواحد صغير بيقدرش يقاوم اخوانه علشان ياكل، بالتالي الام والاب انت قمت الساعه كم قلنا؟ الساعه 10، قلنا في 10 ساعات ليل، الفرخ جعان، صحي الطير الساعه 6 7 8 9 10، يعني 14 ساعه الفروخ هذه ما اكلتش. ركز معايا، 14 ساعة الفروخ ما أكلتش، وحضرتك طبعاً نايم للساعة 10، هاي سبب رئيسي لموت الفروخ يا جماعة لما بتكون تحت أمها وأبوها. هذا ما أوعى تفكر، هذا عن تجربة. طبعاً الأم والأبو إيش في بواقي أكل حيوكلوا من الخلطة من كذا، والطير يا جماعة ما بيطعمش، يعني معظم الكناري بيطعمش خلطة، قليل من الكناري اللي بيطعم خلطة، والكنارة اللي بتطعم خلطة هذه مسجرجت فيها زي ما بيقولوا بيديك وسنانك، أوعى تفرط فيها. الطير اللي بيطعم خلطة بريقة خلطة زي الكيس هذا، يعني مثلاً أسبانيين بنقول عنها هذا قرقط فيه، الطير هذا بتعوضش، ليش؟ هذا الطير انت لو سهيت عنه هياخذ خلطة وطعم فروخ، تمام؟ البيض اللي بايت من ثاني يوم هذا لو اكل وطعم فروخ منه يا جماعة ممكن كمان يعمل له سلمونيلا لأنه تلوث، لأنه بيض بايت تلوث، هاي سبب رئيسي. إذن عشان أنا العلاج لهذا السبب إن أنا أصحى بدري، أطلع على طيري بدري، الساعة 6 الصبح أكون عنده، أحط له أكل جديد، بيض جديد، خيار جديد، خس إذا في موسم الخس، رجلة إذا فيش خس ورجلة، أحاول أزرع الرجلة في جواوير الخس علشان أشرد عن موضوع الخس المرشوش من ده. السبب الثاني يا جماعة وهذا مشهور جدا عند المربين وواضح لكن يعني بيغفلوا عنه أحيانا، بيطلع بيلاقي الفروخ ميتات كلهم أو نصهم، لو شال العش هيلاقي انه العش مليان فاش من تحت، هيلاقي العش مليان فاش، عشان هيك اول ما ينتهي يتعشش وتبدا بدها تبيض ارفع العش وجيب الاوفاميك اللي بتدبوه للغنم، حطه في بخاخه عطر صغيره، رش رشتين او ثلاثه تحت العش مركز، ورجع العش وسيب الانتهي تكمل بيض، وهي دقني اذا بتيجي حبه فاش في العش نهائيا مش راح تيجي يا جماعه، هاي العلاج. طبعا لقاهم ميتات هذا سبب الفاش سبب. طب ممكن يقول لي الام ما طعمتش، ممكن الحرارة هذا سبب ثالث، الحرارة سبب ثالث، الشوب يا جماعة بيخلي الطير ما يطعمش. طيب ما دام الطير ما بيطعمش شو الحل؟ الحل يا جماعة ان انا احط للطير الاكل بدري الساعة 6 في البراد، من 6 ل 9 بيكون الجو لسه براد بيطعم، بعد هيك الطير بيحمى بيشوب ببطل يطعم، بتضعف الطعمة تبعته. تمام؟ انا بهيك يعني حاولت اني اوجز لك اللي هي اسباب يعني دقيقة جدا في موت الفروخ قبل عملية الفطام وهي تحت امها وابوها، واحيانا بيكون سبب الموت انه الانتاية بدها الطعم لحالها بدهاش الذكر معاها، وهذا بترجع لك لازم تكون عارف طيرك مين الانتاية اللي بتحب الطعم لحالها شيل الذكر عنها، مين الانتاية اللي بدها ذكرها يكون معها خلي ذكرها معها، وهيك تابعوني كل جديد وكل دقيق وكل معلومات مفيدة، ولا تنسوا ادعمونا واشتركوا في القناة وحطونا اللايكات علشان تصل لأكبر عدد من المربين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.